حالة واسعة من الجدل والتكهنات أثارتها الفنانة الأردنية المشهورة خصوصاً على إثر حديثها الأخير عن ارتداء الحجاب، وهو الأمر الذي فسره البعض بأنها قد تتخذ قراراً مفاجئاً للجميع في الأيام القادمة. فما القصة؟ يبدو أن ما كان شكوكاً على وشك أن يصبح حقائق، خصوصاً بعد أن تحدثت الفنانة الأردنية المشهورة نداء شرارة وكشفت عن علاقتها بالحجاب الذي كانت ترتديه ودوره في مساعدتها على تحقيق شهرتها أو التقليل منها. ففي حوار صحفي جريء كشفت شرارة عن تأثير الحجاب على حياتها الفنية، حيث كشفت شرارة أنها لم تواجه أي صعوبات حالياً على خلفية ارتداء الحجاب عكس فترات البدايات، قائلة: في الأول كان بيواجهني شوية اعتراضات وخلافات، لكن في الوقت الحالي صار الأمر الطبيعي. وأوضحت نداء شرارة أن النجاح الذي حققته في عالم الغناء وإثبات ذاتها في وقت قصير دفع البعض لتقبل غنائها بالحجاب، قائلة: أثبت نفسي والناس عارف الأغاني بتاعتي وحفظها كلها. وشددت على أنها لم تفكر في خلع الحجاب قط رغم النجاحات التي حققتها طوال مسيرتها الغنائية، مبررة ذلك بقول: الفن دخيل على حياتي وليس العكس، إذ أنني أرتديه من قبل دخول المجال بوقت طويل. أما عن احتمالية خلع الحجاب واستبداله بباروكة أسوة ببعض الفنانات اللواتي فعلن ذلك، قالت: كل إنسان حر في حياته شكله وطريقته، لكن أنا لن أفعل ذلك ولا أفكر في الأساس أن أخلعه. وأوضحت نداء شرارة أن الحجاب لم يفرض عليها لوناً غنائياً معيناً، إذ أنها تجيد غناء كل الألوان الغنائية المتعارف عليها بين الجمهور، قائلة: أنا أحب الفن الراقي وممكن الجمهور يلاقيني بغني شعبي في أي وقت. وقد سطع نجم نداء شرارة ومعرفة الجمهور بها من خلال برنامج The Voice في الموسم الثالث عام 2015 الذي بثته إحدى القنوات الفضائية المشهورة، حيث حازت على اللقب حينها. وهو كما أوضحت في عدة تصريحات لها أنه كان أهم شيء في مشوارها الفني، وبالرغم من معارضة والدها لمشاركتها في البرنامج وذلك من خلال تصريح الفنانة شيرين عبد الوهاب لحظة حصول نداء على اللقب، إلا أن ذلك دفع والدها للرد قائلا بأنه فخور بابنته. وأوضح حينها أن سبب الخلاف هو سفرها إلى لبنان للمشاركة في البرنامج دون الرجوع إليه. كما أن منافسة نداء لأربعة متسابقين في نهائيات برنامج The Voice كان له أثر كبير عندما حققت الفوز بما نسبته 46.88% من الأصوات، في حين حاز المركز الثاني مباشرة على الأصوات بنسبة 22.12% للمتسابق حمزة الفضلاوي. وبذلك يلاحظ تفوق نداء شرارة وفوزها باللقب. فهل تعتقد أن نداء يمكن أن تغير رأيها في الحجاب في يوم من الأيام؟